في إطار أنشطة الحملة العالمية لنظافة الأرض، نظمت حملة تحسيسية لنظافة الشواطئ بشاطئ سيد العابد بهرهورة بشراكة مع ثانوية يعقوب المنصور ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني كجمعية جميعا من أجل هرهورة وجمعية آباء وأمهات التلاميذ بالثانوية. العملية تتضمن شقين، الشق الأول وهو أننا وجدنا واحد المجموعة واحد المطويات لي ديبليون وجدناهم باش نقدموهم للمصطفين على فيها واحد المجموعة ديال الإرشادات والتوجيهات من أجل الحفاظ على نظافة الشاطئ وباش يمكن كل شيء يستافد من الشاطئ نظيف. والعملية الثانية هو تنظيف توك النفايات اللي كيخليو لنا المصطفين سواء في الرمال أو بين الصخور اللي هي متواجدة في الشاطئ. وقد ساهم مجموعة من التلاميذ الذين ينحدرون من نفس المنطقة في عملية تنظيف الشاطئ الذين عبروا عن حماسهم خلال عملية التنظيف. جينا مع المؤسسة ديالنا ومع جمعية آباء وأولياء التلاميذ باش نجمعوا الزبل اللي كيكون هنايا واللي كيديروا المصطفين اللي كيجيو للبحر كل عام. ويتوخى من هذه المبادرة كذلك ترسيخ مبادئ الثقافة البيئية لضمان تنمية بيئية مستدامة للأجيال الصاعدة.